السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتي وخواتاتي؟ اش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. صباح الخير عليكم، نهار جديد ويوم جديد في تمارة والعمل ان شاء الله باذن الله. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالكومنتير الزوينه ديالكم وباللايكات، وتدعموني وتشجعوني باش نزيد لقدام. اي حاجه درتها نشاركها معكم باذن الله. المهم هنايا نهار جديد، انا غاديه في الصباح اليوم، عندنا المعلم في الحانوت اللي غادي يقاد لينا الشويريجه ديال خدينا هذاك النهار راني وريتها لكم. هنا بالنسبه للناس اللي كيسولوا بعدا على الموقع فين جا، ها انتم كما كتشوفوا راني وريت لكم النورس، مدرسه النورس، الدرب اللي انفص معها هنا غاديه مع الدرب اللي مقابل مع النورس، ها انتم كما كتشوفوا. نتمنى يكون واضح لكم. ها انتم كنمشيو مع الدرب حتى اللفان ديالو، من بعد غادي ندور على اليسار. انا دابا درت على اليسار، كاينه هاد الساحه وها الحانوت في كتبان الباش ديالها احمر، يعني ما كاينش فين تجلاو، هي هذه الحانوت. والدرب اللي متكي عليها حتى هو راه تيخرج الانفاس مع النورس. المهم هنايا لقيت المعلم خدام في الشويريجه، حيت سبق راجلي هو الاول الحانوت، جاب المعلم باش يقادو لي الشويريجه. هنايا ها هما خدامين معاونو، تيصايب معاه وكيقاد، وهنايا راه كيعبر هو وكيلصق ويقد واحد الروينه. يا البنات ما نعاودش لكم، روينه روينه ديال المعقول في الحانوت. ولكن واخا هكاك ما غاديش نسدو اليوم، يعني واخا كاين المعلم يعني غير ركب لينا الشويريجه. هنايا راه في الصباح مع ديك العشرة ديال الصباح هادي، فاش جيت عندهم انا لقيتو حفار وقاد، اش بغى يقاد؟ صافي عاد لحقت عليهم. انا هنا جيت بغيت باش نعجن، تلاقيتهم خدامين باقي ما كملوش. صافي هنا غادي ناخذ دقيق وناخذ داكشي وغنمشي للدار هو الاول، نعجن المسمن الملاوي، غادي نعجنهم في الدار، عاد من بعد غادي نرجع على ما نلقى المعلم سالا الخدمه ديالو وسيق ليا راجلي الحانوت، شطبها وسيقها، عاد بغا نرجع انايا نكمل الخدمه ديالي وغادي نشارك معكم ان شاء الله باذن الله. المهم داكشي اللي درت غنشاركو معكم. بالنسبه غندير اليوم، المهم غندير الملاوي وغندير مسمن المربع والقاليط. المهم كل نهار كنصايب حويجه وصافي، وراني كندير معكم كل شيء اللي درتها كنشاركها معكم. صافي البنات هنايا المعلم خدام مجمع، هو راجلي خدامين ومجمعين، وانا واقفه عليهم هنا، راه ما عارفينيش كاع انا واش كنصور ولكن جالسه مجمع معاهم. ودابا حتى جيت للدار عاد كنمونطي الفيديو، كنقاد حيت الصوت اللي كنا كنهضروا فيه، وعاودت لكم. المهم حكيت لكم كل شيء هكذا بيني وبينكم، والله يسر الامور ليا وليكم وللجميع، وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وما تنساونيش البنات من اللايكات والتشجيعات ديالكم، وراه اللي درتها كنشاركها معكم. حانوت راه ماشي شي حاجه زوينه وكبيره، المهم السلوك، ولكن الحمد لله، اللهم هي ولا والو، اللهم لك الحمد وربي كبير. البنات يسر ليا فيها، والله ما كانت على البال، يعني ما كانتش على البال كاع. وحتى الناس اللي كريت من عندهم الله يعمرها دار، ناس اش غنقول لكم، من اطيب خلق الله، ربي لقاني معاهم زعما ناس ظريفين ظريفين بزاف، وتساعدوا معايا حتى في الكرة، الله ييسر ليهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون يا ربي. زعما راه لا الراجل ولا الزوجه ديالو من اطيب خلق الله، قالوا لي ديري اللي بغيتي فيها. المهم قلت لهم غندير شويريجه، قال لي ديري اللي عجبك، الماء مسكن عطيني الماء، مخرجي لي الروبيني راه هو كفي كيبان لكم. قالوا لي ما تخلصيش معنا الماء، الضو كاينه عندي المكانه ديالي ديال الضو في المحل. المهم دابا غادي نبدا فيه هكا، نقاد غير الشويريجه ان شاء الله، ومن بعد نيسرو شويه فاش يقرب رمضان ان شاء الله غادي نصلحو، وغادي نشارك معكم ان شاء الله الاصلاحات اللي غنصلحو. غندير ليه صبيغه ونحلق عليه شي شويه ونقادو، وان شاء الله نتمنى نعجبكم، ونتمنىكم تشجعوني وتعاونوني باللايكات وبالبارطاج، باش المهم باش اطلع ليا القناه وتعاونوا معايا انتم، الله يجازيكم بخير. ونتمنى حتى انا نصايب لكم شي حويجات اللي تستافدوا منهم،
وبهاد الفيديوهات اللي كندير كنحاول نشجع الناس اللي جالسين والعيالات اللي جالسين وما خدامينش وغير باركين الارض وما عارفين ما يديروا، بالعكس نوضوا تحركوا وتعاونوا وتخدموا. يعني المرأة إلا تعاونت هي والراجل على الوليدات راه ماشي عيب، حيت هاد الزمان هذا ماشي ديال الجلسة ولا ديال بنادم ينعس تيشبع نعاس. راه إلا جيتو تقابلوا الناس عمركم ما تشبعوا نعاس، سولوني أنا نعست حتى عييت وجلست حتى عييت، ولكن في التالي كتلاقاي كلشي كيتسنى وكلشي كيجبد، واللي عنده الوليدات ما خصوش يجلس للأرض. والعمل عبادة والخدمة زوينة زوينة بزاف البنات، كتخليك تكوني موجدة، تخليك تكوني ناشطة، تخليك يعني بزاف ديال الحوايج. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. هنايا البنات صافي راه ركب الشويريجه وغادي يخليها تنشف واحد شويه وغادي يحرش ليا الجناب ديالها صافي، وغنخليوها حتى من بعد اللي غادي نغلف داكشي ان شاء الله ونقاد الطاجيرات. المهم انا غنشارك معكم كلشي، بقيت الطاجيرات ما ركبتهمش. المهم غادي نشارك معكم كل شيء ان شاء الله باذن الله، والله يجازيكم بالخير وشكرا لكم على المشاهده. وهنايا الكبيدات ديالي، ها هي السويريجه ديالي تركبات، باقي ما نشفاش، تتنشف دابا حاطه فيها واحد البانيو خاوي. نتوما مشى المعلم عاد، انا جيت دابا كنخدم، ما خصناش نحبسوا الخدمه. هنا البنات حشنت درت غاليطات، درت غير شويه ديال الغاليط واخيرا يا البنات خديت التانسو وخديت الشيته. يا اختي قولوا لي بالصحه، خديت شيته جديده التانسو باش نصيب باش ندهن الغاليط ديالي. الغاليط البنات راه فايت وشاركه معكم، حاطاه معكم في القناه. دهنته هنا بالبيض ونسكافي، كنزوقو بالفرشيطه. هذا درتو غير صغيور، غنبيعو بدرهم الوحدة على حساب التلاميذ حدايا المدرسة، على حساب باش يجيهم رخيص شي شوية هي بدريهمة. صافي الله يجعل البركة. صافي البنات، هنا البنات أنا غنورق المسمان كيما ديما، ها السميدة ها الزبدة ها المسمان ها المسمن معمر. وهنا الحبوبات ها الكاليت ديالي، نتوما جاو على مزويناتهم، راه فايت لي وحاطه المقادير ديالهم في القناه، ويلا بغيتوهم نعاود نحطهم لكم علاش لا. هاكا حميد، ها هو حميد يخرجهم من الفيترينا. المسمن ديال ورقتو، حميد كيمسح في القريه يمسح القريه باش يوجد باش يشعلها باش نبدا الطياب ان شاء الله. وهنا انا غادي نعمر لسميتو المسمن ديالي معمر. هنا دايره الفلفله ودايره القرعه كورجيت ودايره هذا خزو والبصله. هنا غادي نعمر المسمنات ديالي كما كتشوفوا، كنورقهم غير شويه ماشي بزاف، كنحط واحد الكميه تقريبا جهد واحد جوج معلقات ونص ديال الحشوه، كنسرحها هكا على ديك القريصه اللي ورقت، كنطوي هكا وكنطوي هكذا صافي، ونحطهم هنا حتى يرتاحوا. هنا البنات السميده ديالي فاش كنكمل منها كنستها بها الغلاقه ديالها، يعني باش كتبقى ليا مزيانه وما تقيسها ليا حتى شي حاجه. هاد البواطه هادي مخليها غير السميده. صافي هنا الحشوه قلت لكم فيها خزو بصله وكاعه كورجيت والفلفله، وكندير فيها بزار سكينجبير خرقوم وشويه ديال التحميره والمليحه حسب الذوق وشويه ديال الزيت، وكنشحرها حتى كتولي هكا انتما وكتجي لذيذه البنات، واحد الريحه طالعه منها يا سلام. فاش نطيبهم راه نوريهم لكم الا ما وقفوا عليا الكليان وداوهم كي داك النار ان شاء الله باذن الله. الله يجيب الرزق التيسير يا ربي. صافي اشعل القريه، صافي لا اشعلها اشعلها صافي ساليت، بقى لي هاد معمر نعمرو ونخرج نطيب. اشعل القريه حميد، يلا هالحبوبات
ني نبدا نطيب راه نشوف ندير معكم ان شاء الله. هذا انا جايه للدار راني كنجي.